تعرف ربحي، نحن تورطنا ورطة كتير كبيرة. يعني يا أخي ما كان لازم نسوق فيها لهالدرجة. هلا مو وقت الندم، بنوب بنوب مو وقت الندم. فكر لنا بشي طريقة مشان نعرف شو بدنا نخلص حالنا. أنت اللي فكرت بضعفة أبوك، وأنت اللي لازم تلاقي له الحل. شوف، لازم نلاقي له شي شغلة يلتهوا فيها أول ما يجوا، وما تخليهم فرصة يفتحوا الموضوع بنوب. يعني مثل ما شغلوا بالدكتور. شو هالشغلة يا أبو صناعة؟ ما بعرف، بس هي الشغلة لازم تكون كتير كبيرة مشان يلتهوا فيها وما يفكروا باللي صار أبدا. يخرب بيتك من حالك، لك شو ضربك ابو صناعه؟ لقيتها ابو صبيح، الفكره لقيتها. شايف لك اياها فيلم اجنبي، شو كان اسمه؟ يا اخي لك ما من اسمه هلا، لازم نستغل الوقت. شو بدنا نعمل؟ مو مشكله، بذكرك اسمه بعدين. الفكره انه لا شوي هلا لقطت البوتاجاز. امشي لا تقطيها. لكن ابتكارك شو عم تعمل؟ لك شو عم تنكر؟ لك وينك؟ لك شو عم تساعدني؟ يلا لك ليش؟ خالي شو بتحلي؟ لك تعمل تحت شو هتعمل؟ يا التصوير يا حبيبي يا وين رايح؟ على شو ناوي؟ يا قلبك حالي بقول لك هلا شو عم تعمل؟ دقيقة وبراجع. ما بدي اخوك ربيتك من حالك. انه بعد ما اجت العصابة وفتشت البيت، طبعا الشباب كانوا حاملين مسدسات ومغطين وشهم بجرابات سود ليغرا نسواني ابو لمعة. ايه؟ هلا وربطوك هون. يس، وانا كمان رح تربطني؟ لا، انت تخبيت تحت التخت وما شافوك. بعد شوي بتفوت تحت التخت وما بتطلع بين ما يجي ابوك تسمع صوته. ايه وبعدين اخذوني رهينه وهن رح يتصلوا فيكم مشان يبلغوكم بالاوامر. انت اهم شيء بتنبه لي على ابوك انه لا يتصل بالشرطه. يا لطيف. لك بس مو خطره؟ يا خطره، لشو بدي ساوي؟ هاي هي الطريقه الوحيده اللي نتخلص فيها من الورطه. هلا قبل ما اروح بنزلك تمك بالزيت. لحظة ذكرت. شو بعرفني؟ وين الجلاسرين؟ قفل باب بالصيدلية. شو بده بالجلاسرين؟ شو بعرفني؟ وطريب. لك ليش عم تدهنله جلاسرين؟ تحت عيونه على خدوده مشان يبين انه طول الوقت كان عم يبكي.
ليش ما تربطني مع صبحي؟ مو احسن؟ لا بركة دل، لا سمح الله لا سمح الله، صار حريق بالبيت قبل ما يجي ابوك. ابن تامي فك اخوك يا لطيف، دعت لك بوسي عن جد انك داهي يا ربعي. فتحي معلش اسمع من اخوك المره اوه. هلا تفوت على غرفة وتتخبى تحت التخت واوعى تطلع قبل ما يجي ابوك، ايه؟ لانه بيقول لك ليش ما فكيت صبحي؟ يلا سبعي يا اخي مكار. شو بدك تساوي كمان؟ لزق لك تمك مشان ما تصرخ. اها هيك خلصنا. لا لسا في اخر شغلة. شباك قد شوي. يخرب بيتك من حالك، نتفت النتف. لك شو في؟ شو بدك؟ شو عم تساوي كمان؟ بدي اكتب رسالة تهديد؟ هيك شي. سمعني شو عم تكتب؟ لك لحظة شوي، ولدكم معنا. ليه غير خطك؟ غير خطك عشان ما يكشفوك. اتصال بالشرطة، انتظروا تليفوننا. وين حطها؟ وين حطها؟ احلى محل. بدك شيء؟ لك وينك وينك؟ شو؟ الله يخليك جيب لي كاسة مي كثير عطشان. بشربة بس كيف بدك؟ ماني عطشان، روح اتكي. يلا وينها؟ ايه نزلي تمي يا قطرين. تلفزيون على الارض؟ لك شو هاد؟ لك مين مكشر؟ مين طبش؟ الله لا يوفقكم. لعبة خربت الدنيا. لك مين هاد اللي عامل هيك؟ قل لي ولك احكي. ورقة؟ شو فيها الورقة؟ ولدكم معنا، اياكم والاتصال بالشرطة، انتظروا تليفوننا. صبحي احكي مين كاتب هالورقة؟ ولك عم اقول لك احكي مين كاتب هالورقة؟ ولك يا عترف مين كاتب هالورقة؟ يا لطيف نتف الشعرات البيانين. ولك احكي يا بابا هيك تركتنا ورحت لحالنا بهالبيت. شو صار؟ عبتلي شو صار؟ دخلت عصابة على البيت ومعهم نص الدساد بإيديهم. يا طيب نكشوا البيت ونكتوا ونكتوا ما تركوا شي على شي. ولك فهمني وين اخواتك؟ اخواتي؟ ربحي اخدوه رهينة. يا طيب وفتحي ما بعرف كان جوا بغرفتك، بعدين ما عاد شفته. ولك فتحي ما عاد شفته. لك يا بابا وين تركني؟ تعال تعرفكني الله يخليك. ولا طيب تعالي فتحي. لك فتحي فتحي يا لطيف مات. يا لطيف مات. فتحي نايم يا دب. لك فيه فتحي لك فتحي. شوف ليش نايم هون بابا؟ بابا روح نموت يا بابا. اجت العصابة وحاطين على وجوههم ضربات صوت بتلمع لمع ومعاهم فروت. يا بابا بابا نموت يا بابا. عيب الشر عندك يا بنايا. يا فتحي يا حبيبي بابا كنا عمك يا بابا. يا لطيف شو العصابة هي؟ يا لطيف تبع وليدي تبع.
بس كأننا مو أخدين شي. ما لحقوا بابا ما لحقوا، هن سمعوا صوات على الدراج، طلعوا بعض، حطوا التلفزيون بالأرض. خوش هن كانوا مفكرين ياخدوه مثل ما فهمت. بعدين أخدوا ربحي وزمطوا. إيه ما اتصلوا؟ يعني ما رن التليفون؟ لا ما رن. وهلا شو بدنا نعمل؟ لازم اتصل بالشرطة. يصدر اختك بابا، لا تحكي مع الشرطة. الله يخليك بابا، العصابة هددت كتير كتير انه ما لازم نخبر الشرطة. بعدين اوعك تنسى ربحي معه. مشكلة. هات التليفون. يصدر اختك بلا التليفون. ولك اعطيني التليفون. ما في زي تاخذ التليفون. ولك هات التليفون. يا بابا الله يخليك بلا التليفون. ولك بدي اتصل بعمتك. اذا اختك ما على شيء. هو لعمتك ولا؟ عمتك. الله يوفقك يا ربي. الله يوفقك ييسر لك الخير يا ربي. روح إلهي ما ترجع إلا سالم يا ربي. أنا أختي لا تواخذينا دخيلك، بنت غفيانة ما، بس ما خلاني أتصل فيكي إلا الشديد القوي. لك لا أنا ما بني شي منيح، بس في مشكلة بالبيت. لك أختي معقولة أنا أضرب الأولاد؟ اسمعي أختي، دخلت على البيت لقيت في عصابة. لك أختي مسكي أعصابك، شبك بلشتي بالولي؟ لسه ما حكيت شي. لا 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 الأولاد بخير. مو كله مو كله ربحي، قصدي مو كلهم، أخذوا معه الربحي مشان يفادوا فيه. لا ما خبرت الشرطة لأنه كاتبين لي ورقة إنه ما أتصل بالشرطة. لك هلا راح تحققي معي على التليفون. إيه تاعي أنت وأخي أبو حمدي. لك ألو ألو، لك ألو، سكرت الخط. إن شاء الله ما بترجع إلا سالم يا ربحي.